بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم وحيثما وجدتم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم اليومي الاجتماعي، برنامج مفاتيح المباشر الذي يستمر معكم لغاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. ساعة ونصف من النقاش ستكون حول محور مهم، نتحدث عن مسألة الرزق والأرزاق وتحت عنوان فابتغوا عند الله الرزق. كثيرة هي النقاط التي سنتطرق إليها بالنقاش مع الأساتذة الكرام حول هذا الموضوع وحول هذه المسألة. نتعرف على المقصود بالرزق ونظرة الشريعة الإسلامية لهذه المسألة، وما هي الضوابط في طلب الرزق والسعي فيه، ما هي الأمور التي تزيد من بركة الرزق، ونتحدث كذلك على بعض المفاهيم الموسعة لمسألة الرزق. نتحدث في ختام حلقتنا وفي ختام نقاشنا حول بعض المفاتيح التي ترشدنا في إجمالي الطلب في الرزق. يشرفنا مشاهدينا الأفاضل أن تبقوا معنا، أن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. يشرفني كذلك أيما شرف أن نناقش الموضوع مع أستاذنا محمد بالعالية. مرحبا أستاذ، أمتى مساء. حياك الله أستاذ لامين، حييكم حيي جميع مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم، ولي الشرف أن يكون مع أستاذنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، بارك الله فيك أستاذنا. أستاذ عمار عقب الشرفي، مرحبا أستاذنا. بارك الله فيك أخي لمين وبالسادة المشاهدين وشيخنا الفاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا إن شاء الله يا رب وإياكم. إذا نبدأ النقاش بحول الله سبحانه وتعالى حول هذا المفهوم، مفهوم الرزق وفق الشريعة الإسلامية، ولعل ذلك يرتبط بمسألة عقدية، بما أن الإنسان أو ما من نفس لا تموت حتى تستوفي رزقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حينما نتكلم عن الرزق مباشرة نتذكر الرزاق سبحانه عز وجل. صحيح. ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وضمن له المعيشة في الحياة الدنيا الكريمة، ورزقه من حيث لا يحتسب سبحانه عز وجل، والرزق بيده تبارك وتعالى، ورزقه بشتى أنواع الرزق. لذلك ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الذاريات قوله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسبحان الله، كلمة الرزاق لم تتكرر في القرآن إلا في هذه السورة، ذكرت مرة واحدة اسم المولى عز وجل الرزاق، كأنه إشارة إلى أنه لا تطلب الرزق إلا من عند واحد أحد، هو الله سبحانه عز وجل. نعم، ذكر خير الرازقين حوالي 5 مرات في القرآن الكريم، وفيه أيضا إشارة إلى خير الرازقين على أن أفضل الرزق من عند الله تبارك وتعالى، أن الرزاق هو الله سبحانه عز وجل، إنما الآخرون كلهم أسباب، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح للإنسان، إذا كان يصلح له هذا الشيء أعطاه إياه سبحانه عز وجل، فإنما يعطي ويمنع لمصلحة هذا الإنسان، فكان خير الرازقين سبحانه عز وجل. أيضا رزق بأصول الرزق، تربة وماء وهواء، وكل هذه الأشياء هي من عند المولى تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر المولى عز وجل على أنه هو الرزاق ليجعل هذا الإنسان يطمئن في حياته ويعيش مطمئن، لأن حينما يكون الأمر بيد الله سبحانه عز وجل فلا تخشى شيء. حتى عندنا في العامية يقول: اللي جت من عند الله عز وجل مرحبا مرحبا وكلها خير، وهي كذلك أكيد. فالله سبحانه عز وجل يتفضل على عباده بهذا العطاء المستمر، سواء كان هذا العطاء دنيويا أو أخرويا، كان هذا العطاء بدنيا أو روحيا، وكل ذلك يدخل تحت مسمى الرزق. حينما يرزق الإنسان الصحة والعافية، حينما يعطى مال، حينما يعطى ربما سكينة، ذلك من فضل الله سبحانه عز وجل. وحينما يعطى إيمان
وتقوى ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا يمكن أن نذكر حينما نتكلم عن الرزق، نذكر أن هناك رزق عام هو لسائر الخلق، سائر المخلوقات، إنس وجن وملائكة ومؤمنون وكفار، إنسان حيوان، كل شيء يرزق من عند رب العزة تبارك وتعالى، هذا يسمى الرزق العام. وهناك رزق خاص، ذلك الرزق الخاص هو لمن اجتباهم المولى تبارك وتعالى، رزق الإيمان، أن تملأ القلوب إيمانا برب العزة سبحانه عز وجل. ولذلك شوف سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كان يلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء ويقول: اللهم ارزقني شهادة في مدينة نبيك. يعني حتى ذلك الدعاء ينم على ثقة كبيرة فيما عند الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو ابن الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كنت دائما أتعجب من دعوة أبي، اللهم ارزقني شهادة في مدينة نبيك. كيف يرزق أبي شهادة في مدينة رسول الله، والآن المدينة أصبحت يعني في 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 يد المسلمين، والأمن والأمان والغير ذلك. قال: حتى نال أبي الشهادة فعلمت حينها أن ربي عز وجل استجاب له دعاءه ورزقه سبحانه عز وجل الشيء الذي طلبه. أيضا الرزاق، حينما نقول عن الرزق ونذكر اسم الله عز وجل الرزاق، نتذكر ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. بمعنى رزقك كتبه الله عز وجل لك فاطمئن عليه، بل رزقك يطلبك. نحن دائما أستاذ لمين نقول واحد راح يطلب الرزق، الأصل فيها أن رزقنا يطلبنا أكثر مما نطلب نحن رزقا. حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الرزق يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. لو ننظر إلى تاريخ البشرية، هل فيه واحد الآن رفر من الموت، هارب من الموت، ما زال لم يصل يعني حان أجله وهرب؟ مستحيل. كذلك لا يمكن لهذا الإنسان أن يترك لقمة في هذه الدنيا ويموت، لا بد أن يأكلها قبل أن يموت. بل إن الله عز وجل تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بمعنى أن رزقك في السماء. في هذه الآية لطيفتان، أما الأولى رزقك في السماء بمعنى رزقك عند ربك سبحانه عز وجل، فلا تخشى من هؤلاء الذين في الأرض من أن يسلبوا لك هذا الرزق، هو عند ربك. والله عز وجل حينما يريد أن يوصله إليك يوصله بأي طريقة كانت سبحانه عز وجل. واللطيفة الثانية أنه ما دام رزقك عند ربك تبارك وتعالى فلا تطلب هذا الرزق بغير ما يرضي المولى سبحانه عز وجل، هو عند الله، لا تطلب ما عند الله عز وجل بغير ما يرضي المولى سبحانه عز وجل. الله يبارك فيك أستاذ. الله يبارك فيك. على هذه المقدمة استفدنا تقريبا في مفهوم واسع للرزق الذي يشمل كل ما وهبه الله سبحانه وتعالى لكل مخلوقاته، في إشارة إلى الرزق العام والرزق الخاص الذي أشار إليه أستاذنا. مشكور أستاذ عمار. هي المسألة تقع ربما في مسألة الطلب والطريقة التي نطلب بها هذا الرزق. أستاذنا أشار إلى أن يكون وفق مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولكن نبسط الحديث في هذا في هذه المسألة، ما هي الطرق التي ترضي الله سبحانه وتعالى في أن نطلب رزقه بها؟ بارك الله فيك، بارك الله في شيخنا الفاضل. كلامي سيكون مبدأه تأكيدا لما قال فضيلة الشيخ جزاه الله خير، لأن الناس عندما تفهم الرزق عن حقيقة واستحقاق حينها تفهم أنها أخذت وأعطيت وتعيش في ما قدر الله تبارك وتعالى لها. يعني بداية مثل ما قال الشيخ أنه مفهوم الرزق ينبغي أن يكون عندنا مفهوم الرزق واضح. الرزق عند الله مقسوم ومعلوم لكنه عندنا مجهول، صحيح. فنحن مطالبين باتخاذ الأسباب في تحصيله. يعني كثير من الناس يعني قد يسأل نعم هذا السؤال: طيب ما دام الرزق مقسوما فلما العمل؟
هو مقسوم عند ربي سبحانه وتعالى، لكن ولا تعلم المقدار أصلا، لا نعلم لا المقدار ولا كيف يكون ولا متى يكون. عندنا نحن وسائل نتعامل بها لنطلب بها هذا الرزق، وأمره متى يأتي وكيف يأتي هو من عند الله. هذا الفارق بين بعض الناس، أنه اتكلوا يعني ركنوا إلى التواكل، أنه ما دام الرزق موجود يعني فلم العمل، ما دام الرزق يطلبني، ما دام الرزق يطلبني. وهذا الكلام خاطئ يعني، طبعا فهم خاطئ وليس ولا هو الكلام صحيح. رزقك سيأتي، وأعرف من الناس من أدركه رزقه هو على فراش الموت، ومن الناس من فقد ثروة كانت تسمى وتسمى لكن ذابت. الأمر الآخر أنه مفهوم الرزق لا يشمل المال فحسب، قد يكون الرزق في هذه الحياة ولدا صالحا، قد يكون الرزق زوجة صالحة تعينك على الحياة وتعينك على تربية أبنائك وبر والديك، قد يكون الرزق في هذه الحياة صحة وعافية، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه قبل ذلك وبعده، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مفهوم الرزق في هذه الحياة أن يرزقك الله زوجة صالحة، وأن يرزق الأخت الفاضلة زوجا صالحا يعينها على طاعة الله وعلى تربية الأبناء. قد يكون الرزق علم تتعلمه فتنتفع به وتنفع به، قد يكون الرزق أكبر فيكون ما نحن فيه ولله الحمد هذا الإسلام. وأنا أستحضر هنا مقولة قالها ملاكم المشهور محمد علي كلاي، والله أعجبتني يعني، وفق لها حين قال: طلبت من الله أن أكون غنيا فأعطاني الإسلام. طلبت من الله أن أكون غنيا فأعطاني ذاك هو الغنى، يعني أعطاني الإسلام. فإحنا الحمد لله نعيش في غنى، يعني من الناس من يبقى 20 30 40 60 سنة وهو يبحث عن الحقيقة حتى يصل. فالحمد لله نحن ولدنا بهذا الغنى، غنى الإسلام. قد يكون الغنى راحة بال وطمأنينة خاطر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد يكون الرزق لسان ذاكر لله تبارك وتعالى، قلب سليم ينادى يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. قد يكون الرزق أخي الحبيب قد يكون رضا، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قد يكون قناعة، تجد بعض الناس يعني عنده القليل لكن ربي سبحانه وتعالى بارك له فيه، فعايش غنى حقيقي، يعني أنه تجده يقول الحمد لله يعني من صماصيم فؤاده وقلبه، يعني يقولها صح. قد يكون الغنى والرزق في هذه الحياة الخاتمة الحسنة مثل ما ذكر عن سيدنا عمر، قد يكون محبة في القلوب، يعني تخيل أنه واحد أحبه الله، يعني تخيل هذاك الموقف، يعني ربي يحبه ويقول لملائكته في السماء، لجبريل قبل ذلك: لأنشر بسوط محبته بين خلقي. يعني مثل ما حصل الحال مع سيدنا أبي بكر عندما ينال أعظم رزق، حين يقول له الله تبارك وتعالى: إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله؟ وهذا الكلام قد يقوله الله لملائكته، الآن الرسول لا يخبرنا بذلك، قد يقوله عن امرأة في ممكن في دوار، امرأة في مركز، في مدينة، في منطقة لا يعرفها أحد، لكنها في علاقة خاصة وخالصة مع الله، فيقول الله: إني أحب عبدي فلان وفلانة. يعني فالرزق مفهوم بهذا واسع. المفهوم الواسع لماذا؟ لأنه إحنا نعيشين في الواقع الذي نعيشه. كم من حالة يأتيك رجل بين يديه الملايير أخي، يعني نحكي حرفيا، يعني عنده الملايير حرفيا، يعني مش راني نحكي مجاز، يقول لك: مستعد أن أترك مالي كله بسبيل ولد يناديني ويقول أبي. تأتي مرأة وتصرف كل الذهب، كل حياتها في سبيل أن تسمع كلمة أمي. الرزق أنه ربي عافاك في بدنك، يعني الحمد لله تسمع وتبصر وتقرأ وتتحرك، وإخواننا اللي ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم بأحد الأعضاء. إذن فالرزق حقيقة هو ليس محصورا في المال فحسب. الآن مفهوم المال
الإسلام لم يدعونا إلى الفقر، بل دعانا إلى الغنى. صح. نحن حتى على الجانب المالي. صح. يعني ومدح الله في آيات كثيرة المنفقين في سبيل الله والمزكين والمقرضين ومن كان في حاجة أخيه واليد العليا خير وكن عبد الله المنفق ولا تكن عبد الله الآخذ، وامتدح كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، مثل ما كان الحال أيضا مع مصعب بن عمير، مع عدد من صحابة رسول الله لتبوأوا أعلى المناصب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشروا بالجنان في الدنيا بإنفاقهم في سبيل الله. بل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أوصافه تلك الأوصاف التي نفخر بها، كيف كان سخيا كالريح المرسلة، كيف كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذن مفهوم الغنى لا ليس محصورا في الدينار والدرهم، وأقول هذا حتى الإنسان يحمد الله على ما هو عليه. رأى ناس بعض أحد الشيوخنا يقول يعني جاءه أحد قال له يا شيخ، قال له ولد يولد معافى ثمنه 2 مليار، قال له كيف هذا؟ قال له هو غني. قال ولد لي ولد كان في الخارج، قال فقالوا لي والله عنده خلل في نخاعه الشوكي يحتاج إلى عملية مستعجلة في ظرف 24 ساعة حتى تتخذ القرار. قال فصرفت يعني ما يقرب من 1 مليار وزاد يعني العناية والرعاية والتكاليف. قال وفي منطقة من مناطق لا يعرف أحد يولد الولد ويكبر. إذن فليست العبرة فيما بين يديك، يعني هذا الناس تفهموا يعني الغنى انه مثلا قال واحد عنده 1 مليار بصح راه مبتلى مرض تاع زوج ملاير، يعني باش نبسطوا الامر، لكن تا ربي سبحانه وتعالى عافاك. لهذا كان من اعظم الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو الله بالعافيه، وكان يقول انه افضل الرزق هو الكفاف والعفاف، يعني انه نكون مستور، يعني عندي وش ناكل، عندي وش نشرب. طبعا هذه ليست دعوة إلى الفقر، لأنه أي دعوة أقولها من هذا المنبر، يعني أي دعوة من أي شيخ أو من أي شخص دعوة إلى الفقر، إلى ترك الكسب وإلى ترك أن تضرب في الأرض وأن تسعى في الرزق وأن تكون غنيا وترك الغنى، فهذا الأمر ليس من الإسلام، يعني هذا بريء الإسلام من هذا. الإسلام يدعوك لأن تكتسب، لأن تسعى، لكن تسعى والرزق على الله. يعني علمنا الأسباب، ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فامشوا في مناكبها، يعني اخرج للدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بل علمنا اتخاذ الأسباب حتى في صورة مريم، مع مريم على نبينا عليه السلام. يعني تخيل مرأة حامل ضعيفة في أعلى درجات ضعفها، يقولها وهزي إليك بجذع النخلة، يعني المشاهد يشوف معايا نخلة مش عارف شعال فيها وش تحرك فيها طفلة صغيرة يعني تهز، لكن حتى تتعلم اتخاذ الأسباب. ويقول الله أيضا في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وحتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذاك اللي جاء يسأل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ وجهه لأن يحتطب، وجهه لأن يكسب، وقال له هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، ومشى على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عمر معروف عند السادة المشاهدين أنه جاء وجد رجل في المسجد ثم يصلي ويقوم ويقرأ قرآن وكذا، قال له يعني من يقوم على أمرك؟ فقال له أخي. فضربه عمر وقال له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المنفق، كن عبد الله المنفق ولا تكن عبد الله الآخذ، اليد العليا يعني اللي تنفق خير من اليد السفلى. إذن مفهوم الرزق بهذا المفهوم هو شامل، ومطلوب منا أن نسعى، لأنه مفهوم أنه راه مقسوم عند الله تبارك وتعالى. إحنا لا نطلع على خزائن الغيب أو ما أعد الله لنا، وإنما مطلوب منا أن نسعى وأن نضرب في الأرض وأن نعد لما نستطيع لنعمر هذه الأرض وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. فيك البركة شيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله. أستاذ محمد، فيه نقيضين إن صح التعبير، من تواكل وتكاسل
اعتبر أن مسألة الرزق هي محسومة وهي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كله صواب، ولكن يركن إلى ذلك التكاسل، وكأن الرزق هو الذي سيسعى إليه بقدميه. فيه من الجانب الآخر أو النقيض الآخر من يعتبر أن قوته، أن سعيه، أن اتخاذه لتلك الأسباب، أن ذلك السعي هو الذي جلب له ذلك الرزق، وربما ينسى أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. أكيد. ربما أفضل مدخل في للإجابة على هذا السؤال هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رسم طريق الرزق لو توكلتم على الله عز وجل. التوكل هو ما كان يشرحه الأستاذ، حينما يتخذ الإنسان الأسباب، يتخذ الأسباب كأنها كل شيء، ثم بعد ذلك انساها وتركها كأنها لا شيء. بمعنى أن الإنسان حينما نقول رزقك يطلبك، الرزق الآن يطلبك، أنت أبحث عنه حتى تجد بعضكم البعض، ما تتخباش منه. بمعنى اذهب وابحث عليه صح، واطلبه بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن يبحث عنك رزقك أو رزقك وأنت تتخبى له، هنا ربما أنت الذي كنت السبب في ضياع هذا الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لو توكلتم على الله حق التوكل. التوكل أن تتخذ الأسباب ثم بعد ذلك تترك النتيجة لمسبب الأسباب سبحانه عز وجل. الواحد منه هو يطلب في الرزق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استطعموني بمعنى اذهبوا واعملوا وابحثوا عن هذا الطعام، ثم بعد ذلك الذي يعطيكم هذا الرزق والذي يعطيكم هذا المال والذي يعطيكم هذا الطعام هو رب العزة سبحانه عز وجل. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشبيه عجيب جدا، يعني حتى ينبهنا إلى ذلك: لا رزقكم كما يرزق الطير، ذلك الطير الصغير المسكين الذي يخرج صباحا ويذهب ليبحث عن رزقه، لولا لطف الله ولولا حفظ الله له لكان هو رزقا لغيره، كيف صح يأتي بالرزق؟ هو ضعيف وعصفور صغير يخرج تتربص به تلك الطيور الجارحة، يتربص به ذلك النسر، ومع ذلك الذي يحفظه هو الله، والذي يعطيه ذلك الرزق هو الله سبحانه عز وجل. ثم هو لم يبقى في عشه ليأتيه الرزق، بل خرج وذهب يبحث عن هذا الرزق ليجده بإذن الله تبارك وتعالى. ومن هنا أيضا رأينا كيف أن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذاك السعي والخروج للعمل والخروج لطلب الرزق عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وعز وجل. مر الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى إنسان في حديقته يعمل، فقال بعضهم: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا المجهود ولو كان هذا العمل ولو كان هذا السعي في سبيل الله، يقصدون لو كان هذا جهادا في سبيل الله أو أي عمل آخر يبتغي به الإنسان في نظرهم مرضاة المولى عز وجل. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم جدا، قال: إذا كان هذا الرجل خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله. خرج باش يطلب الرزق لمن؟ عنده زوج والديه كبار، رايح باش يجيب لهم بإذن الله عز وجل ما يأكلون. قال: خروجه هذا راه في سبيل الله، يعني راه عبادة. ولو كان خرج يسعى على ذرية ضعاف عنده وليداته خارج أيضا باش يعمل ويجيب لهم الرزق لكان في سبيل الله. ولو خرج يسعى لنفسه ليعفها عن ذل السؤال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ومن هنا نرى أن اتخاذ الأسباب والخروج في طلب الرزق وتقديم الأسباب الحلال كل ذلك عبادة يتقرب بها إلى المولى عز وجل. الخطأ وين يقع أستاذ؟ الخطأ يقع حينما يترك الإنسان الأسباب ثم بعد ذلك يقول باللي راني نطلب في الرزق. هذا الذي أشار إليه في تعامل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تخلى المسجد وصاب ناس جالسين في غير وقت الصلاة، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نحن متوكلون، يعني احنا توكلنا على ربي ورانا جالسين وما دام رزقنا يطلبنا فرزقنا ياتينا يبحث علينا ويصيبنا داخل المسجد. فعلاهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بتلك الذره التي كانت في يده،
وقال اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا خطأ. الخطأ الثاني الذي أو الصنف الثاني الذي يقع في الخطأ هو ذلك الإنسان الذي يظن بأنه حينما يستعمل الأسباب يأتيه ما يريد. تتخذ الأسباب، والأكيد أن ربي عز وجل لا يضيع أجر العاملين سبحانه عز وجل. حينما تستعمل الأسباب وتنتظر النتيجة من عند رب العزة تبارك وتعالى، تأكد أن الله عز وجل يرزقك سبحانه وتعالى. فإياك أن تستعمل الأسباب الحرام، ولكنكم قوم تستعجلون. احنا كثير ما نؤتى من هذا الباب. واحد منا يحب دائما ربما يستعجل رزقه، ولغير ذلك تجده ربما يغش، ربما يخادع، ربما يمد يده الى غير ما يحل له. كل ذلك استاذ كان تسرعا من هذا الانسان. ما كتبه الله عز وجل سوف تحصل عليه باذن الله تبارك وتعالى، لكن اياك ان تمد يدك الى ما حرم الله عز وجل. الحسن البصري رحمه الله عليه يصحح لنا هذا المفهوم. وش يقول؟ يقول ما يكسبه الانسان، يعني حتى الذي اتخذ سبيلا غير السبيل الحلال. واحد راح ربما وسرق مليار مثلا، هل يتوقع هذا الانسان باللي راح يمسك مليار في يده بدون ما يكتب المولى عز وجل له بانه يمسك ذلك المليار؟ مستحيل. ولكنه وش فعل؟ هو في عوض ان يستعمل الاسباب الحلال والطريق المشروع وياتي بذلك المبلغ، وش دار؟ راح الى طريق حرام والى طريق غير مباح باش يكسب به ذلك المال الذي قسمه الله عز وجل له بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق المولى عز وجل السماوات والأرض، كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك شيخ. الواقع يعني يكشف عن كثير من الممارسات التي قد يقع فيها الناس كذلك في طلب رزقهم، يخلطون حلالا مع حرام وقد لا يدركون ذلك. ربما المسألة تنطلق من معرفة الحلال والحرام في مسألة الرزق. كثير من الناس قد يمتهن التجارة ولكن لا يعرف البيوع الفاسدة ولا يعرف البيوع المحرمة. كثير من الناس ربما يدخل إلى مشروع ولا يعرف المعاملات، هل هي حلال أم هي حرام. يعني في المبدأ أن نتعلم ديننا، أن نتفقه في هذه الأمور أستاذ. بارك الله فيك. نعم، المبدأ مرتبط ابتداء بالعقيدة. يعني عندما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا اسم الله الرزاق، يعني عندما نكون متشبع بهذا الاسم، يعني أنه ربي راه مقدر لي رزقي. يعني وعندنا آيات كثيرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. عندما أسعى في الرزق وأعلم أن هذا الكون كله أصلا بيد الله، ومن أعطى غيري يعطيني، وأني إذا كنت بين يدي شخص يعطيني قد يعطيني وقد لا يعطيني، وهما قد يعطيك ويمن عليك، هذاك يستعبدك. فكيف إذا كنت بين يدي الله الذي يعطيك ليحررك، يعطيك لتعبده ويجزيك؟ عندما نستحضر معاني الرزق الحقيقية، يعني منطلق العقيدة، يعني فأعرف أنه أنا بين يدي الله حيثما كنت، في السوق، وأن الله تبارك وتعالى معي في السوق، معي في السيارة، معي في البيت، معي في المنصب، معي في بيتي، معي في خلوتي، معي مع الضعيف الذي لا يعرفني، معي خارج بلدي. حينها أستحضر، عندما أستحضر هذا أستحضر أسماء الله الحسنى أن الله سيرزقني. هذا اللي رزق الولد الصغير في بطن أمه جنين، يعني يعيش 9 أشهر، يعني منطقيا عقليا أراه 9 أشهر في بطن أمي. هذا الذي رزق النملة ورزق الحوتة ورزق الطير في 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 مكان سحيق، فكيف لا يرزقني أنا وقد أقسم الله تبارك وتعالى بأن يرزقني؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
عندما أقرأ قول الله تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وأقرأ أيضا قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني ربي تكفل لك بالرزق، تكفل لك بالرزق وترك لك حرية تحصيله. وهنا الفارق، ربي سبحانه وتعالى قسم لك الرزق وتركك مختارا في تحصيله. لذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذا الكلام: ما قدر لماضغيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ، ويحك كله بعز ولا تأكله بذل، كله بعز الطاعة ولا تأكله بذل المعصية. قد يقول قائل: والله أنه كيف تتحصل مليار بالحلال؟ وكم من أناس سعوا في الحرام ولم يحصلوا المليار، يعني أعداد نسبة 90 راح يسرق يحكموه ضيع حتى ذيك الألفراك اللي عنده، يعني كان عنده راتب تركه وترك وظيفة وصار في السجن، أو حصل ذاك المليار لكنه صرف مليارين. يعني دائما نرجع إلى مفهوم الرزق. إذن فربي سبحانه وتعالى قسمنا الأرزاق لا نعرفها، لكن سعى في تحصيلها بالحلال. وذكرت الأمر أكثر من مرة: مطلوب منا أن نسعى في الرزق، أن نكون أغنياء. إذا قدرت تكون غني بسم الله، يأتي أحدهم إلى الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله ويقول له: يا إمام، عندي مبلغ مالي كبير أريد أن أجعله في سبيل الله. قال: يعني ابني مصنعا. قال: لا، أريد أن أجعله في سبيل الله. قال: نعم، ابني مصنعا في سبيل الله. سبحان الله، يعني ما أحوجنا الآن يكون عندي مصنع في سبيل الله، ويكون عندي مركز في سبيل الله، ويكون عندي عيادة في سبيل الله ومدرسة في سبيل الله. فبناء المصانع في الإسلام يعدل بناء المساجد. نعم، بناء المساجد عنده مكانة عظيمة، لكن مسجد يكفي الحي. لكن يوجد الآن نحتاج إلى ورشة تشتغل فيها البنات أو تتعلم فيها الحرف، محتاج إلى مركز طبي للعلاج وغير ذلك. إذن عماد الإسلام من أعمدة الإسلام الإنفاق في سبيل الله. وقد قام الإسلام على نفقة عمر وعلى نفقة أبي بكر وعلى سخاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف. إذن فننتبه لهذا. الآن كيف أطلب الرزق؟ كن على يقين أنك ستأخذ نصيبك من هذه الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بل عندما تولد أو قبل أن تولد ثم يرسل إليه الملك في الأربعين، يعني 40 يوم نطفة، في 4 أشهر أو قبلها، يقول 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه الملك، يعني 40 40 40، 120 يوم، فيقول، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن مدام يكون منطلقي هذا، عندما أدخل للسوق أعلم أن الحلال هو الذي ينجي، أن الحلال هو الذي يبارك الله فيه، أن الله يراني، يستحضر حادثة بنت جدة عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن، حين قالت لها أمها: إن عمر لا يرانا، قالت: لكن رب عمر يرانا. يعلم أنه أنا أبيع الآن في البطاطا، ولا نبيع في المواد الغذائية، ولا نبيع مش عارف أي في الحليب، نبيع في أي شيء، أعلم أني أغش في هذا العجوز التي لا تعلم أصلا أني غششتها، لكن الله يعلم ذلك. ويوم القيامة دينار قد يوردك المهالك، وليت هذا الدينار الذي اكتسبته بالحرام ينفعك في أهل بيتك أو في حياة. لا ينفع في حياة، يعني سبحان الله، ناس أخذوها بالحرام فصرفوها على صحتهم، صرفوها على حياتهم، على بيوتهم، لأن الحرام سبحان الله ربي سبحانه وتعالى لم يبارك فيه، بينما القليل بالحلال بارك فيه. وهنا تأتي مسألة في العقيدة، الناس يقول لك: كيف أن ربي يعني قدر له الحرام؟ لا، الله رزق الحلال وعلم الحرام، يعني مشير، لأن الله لا يرضى، يقول ربي سبحانه وتعالى لا يرضى الخبائث. صح. إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني ربي رهنهاك، عالم أنك أنه سيطلب منك الحلال وسيرشدك إلى الحلال. يأتي هذا الإشكال اللي طرحته، وهو أنه الأصل كمسلم
قبل أن أدخل إلى أي مجال أن أسأل عن حكم الله في ذلك. شي التجارة إحنا ما نش إحنا ما إحنا مسلمين يا أخي، أنت اسمك محمد وأحمد وخالد وعبد الرحمن، اسمك أختي فاطمة وعائشة، وأسماء يعني أسماء مسلمين، أفعل هذا كيف أقدم على الربا وأنا في حرب على الله ورسوله؟ كيف أغش في تجارتي ورسولنا الكريم يقول من غشنا فليس، يعني تبرى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ كيف أحتكر في زمن أزمة كالوقت الذي نعيشه، أحتكر سلعة لأرفع من ثمنها؟ كيف ألقى الله تبارك وتعالى ونبينا يعلمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. إذن عندما أعلم حكم الله فيما أنا مقدم عليه، وأعلم أن شرع الله يشمل الحياة كلها، مش متعلق شرع الله بالمساجد، إحنا مناش كفار، إحنا مسلمين، يعني شرع الله مش مربوط بالمسجد أنه روح للمسجد وعندما تخرج من المسجد افعل ما تشاء، لا، تذهب إلى المسجد لتأخذ توجيهك كيف تشاء، كيف تعيش وكيف يشاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأخ الذي يقدم على الحرام، قل له اعلم أنك ستتركه كله وستحاسب عليه كله، والأدهى والأمر أنك لو أردت أن تتحلل منه في هذه الحياة لا تعرف، لا صح. تعرف ذلك. تخيل واحد يبيع في السوق، كم غش من شخص يختلط حرامه بحلاله، يعني قصدي أنه حتى لو أراد أن يستحل أمره شعال من واحد غشه، وليس الأمر متعلقا بالسوق، يعني الرزق هذا اللي يخدم في إدارة وعنده راتب مقابل هذا العمل، وتذهب إليه وثيقة يقول لك تعال غدا، وعطل مصالح البلد، مصالح المسلمين، ومصالح هذا الشخص الذي يحتاج. قد تكون منشغل عنه بشيء ليس من مهامك أو من طبيعة عملك، يعني ثم أخذت راتبا مقابل ذلك، كيف تستحل من هذا؟ من يعني الأمر، لأنه كثير من الناس يفهم أنه الحرام هو أنك مباشرة واحد أعطاك رشوة ولا واحد سرقته أو غشيته، لا، الحرام أكبر من هذا. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، بل أكبر من ذلك. ثم ذكر الرجل، شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصورنا المسألة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. تخيل وش النبي، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون اجتمع في هذا الرجل كل استجابة الدعاء، أسباب استجابة الدعاء، ثم يطيل السفر ودعاء السفر مستجاب، أشعث أغبر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، يمد يديه إلى السماء يا رب، يمد يديه إلى السماء، إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك لما كان مطعمه حراما لم يستجب له، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كذلك الحال، كيف تريد أن تنجح في حياتك وأنت تأكل الحرام؟ واسمح لي هنا أن أقول هذه الكلمة، والله عندك خصومة في البيت مع زوجتك راجع أكل الحلال، عندك إشكال في تربية أبنائك راجع أكل الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. عندك عدم راحة في الحياة، عدم استقرار في قلبك في ذهنك في خاطرك، راجع أكل الحلال، لأنه أكل الحلال يقول العلماء للدعاء جناحان يطير بهما، متى سقط أحدهما سقط أكل الحلال وصدق المقال. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يعني المتعلق بالرزق، فمن حيث أن يكون عفافا وكفافا ويكون بحلال، وألا يوكل يعني رزقنا إلى غيرنا، وأن نعيش بالحلال إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله ربي يكفينا بالحلال عن الحرام إن شاء الله، ونجمل في الطلب، لأن المسألة كما قلت أستاذ
هي متشعبة وقد لا يعلم الكثير من الناس من ربما يشتغلون في مجال معين ما يقدمون عليه فيقعون في الحرام لسبب جهلهم. وهنا أستاذ محمد التنبيه، أنا أريد أن أشير فقط إلى بعض المجالات التي تظهر من حين إلى آخر فيه تسويق الشبكي إلى غير ذلك من الأمور، قد لا تسأل الناس بعمق، قد لا تسأل الناس عن هذه المسألة. إذن قبل الأذان، يقولوا لي قبل الأذان باختصار أستاذ، ونعود إن شاء الله نستدركوا بالأذان. أكيد. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يدخل للسوق ويسأل الناس على الأذان. أستاذ تفضل. اسمح لي أستاذ نتوقف مع أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما قربها من وتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. سعداء جدا من أن نلقاكم مشاهدينا الأفاضل. نستأنف وإياكم نقاشنا حول مسألة الرزق وطلب الرزق تحت عنوان فابتغوا عند الله الرزق. يشرفنا كذلك أن تشاركونا النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي تظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. عودة إليك أستاذ محمد، في المجالات التي ندخلها ونطلب فيها الرزق علينا أن نعرف حلالها من حرامها. كنا بدينا في قضية سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان يدخل للسوق ويطرح سؤال على الناس الذين يكونون في السوق، فالذي لا يجيب يخرجه من السوق ويقول لا يدخل سوقنا من لا يفقه شرع ربنا. يعني الإنسان يفترض على أنه لما يدخل أي مجال
الآن باش الواحد يروح يسوق سيارة لا بد أن يعرف قانون المرور، لا بد أن يعرف كيف يركب في هذه السيارة، كيف يسوقها في الطريق، لا نقاش في ذلك. فأي واحد يريد ممارسة تجارة من التجارات، أي عمل من الأعمال، لا بد أن يفقه ماذا عليه في تلك المعاملة. كما أستاذ ننظر في حاجة أخرى، شوف الإنسان لما يروح يدير أي عمل يستشير ويشوف خبراء، وأي مشروع يروح يشوف الناس باش يدير له جرد حساب، نعم، ودراسة جدوى للمشروع، والمشروع هذا ناجح ولا مش ناجح. لماذا نغفل يا أستاذ على ما بيننا وبين ربنا عز وجل؟ لماذا قبل ما نروح أنا مثلا باش نبيع الذهب نشوف مثلا الأشياء التي تتعلق بهذا الذهب، ما هي المعاملات الحلال، ما هي المعاملات الحرام؟ لما نروح مثلا إلى قضية كراء، إلى قضية أي مشروع من المشاريع، يفترض علي أن قبل ما نمارس هذه التجارة أو هذا العمل أن نعرف كيف نمارسها، لأنه الخطأ يبدأ من هنا. الخطأ إذا دخلت أنا الحاجة ما نعرفش فيها الحلال والحرام، ما نعرفش فيها حدود المولى عز وجل، راح نخطئ. اسمح لي استاذ حتى اطلع على المتصل وارجع اليك. الحاجه فاطمه من تيار، السلام عليكم. السلام عليكم الاخ بنيامين. السلام. وعليكم السلام، مرحبا. والسلام على شيوخنا الكرام. اسمعينا من الهاتف الحاجه، الله يرضى عليك. اسمعينا فقط من الهاتف، تلفزيون. لا نسمع فيك في الهاتف. نعم. تفضلي حتى تكون المكالمه سلسه. تفضلي. المهم الاخ بنيامين، والله ما كاش كما الرزق الحلال، كما قال لك البركه في القليل يبارك فيها ربي. اكيد اكيد. كما راه كان يقول الشيخ والله العظيم، رانا نشوفوا اللهم كما قال لك ماناش ضدهم ولا حاجه، هذو اللي هم يديروا المتاجر ويديروا التجار هذو ولا يعني ترى كما قال لك الخطوه اللي كما راه كان يقول فيها الشيخ، انا خطرات شحال مره نخمم فيها، نقول الانسان اللي راه يدير الخطوه تاع التجاره اسكو هذه الخطوه كفر رايح يدير فيها، هذه راه فيها مدخول تاع الرزق الحلال ولا راه فيها كاش مدخول، لعل كيما قال لك فيها هو يعرف نفسه كيف راه داير. احنا ما نطيقوش نمسوا على الناس، لكن الواحد ما كاش كيما الرزق القليل، القليل يبارك فيه ربي. المهم ان يكون حلال. يكون حلال، يكون حلال، كما كان يقول الشيخ قبيله والله العظيم تدخل كما قال لك حبه تاع بطاطا لبيتك وفيها حلال، صدقني بالله والله يبارك فيها ربي. والله يبارك فيها ربي، ديرها المره في المره تطبخ في القدر، والله العظيم يبارك فيها ربي. صدقني بالله بركه في القليل، في القليل. انا والله راني كي راني نهضر لك هكا والله لا كيما كان يقول الشيخ بلاه هو يهضر وانا الدموع هاك وسات مني، تحسيت قلبي تهز. الحمد لله نحمد الله ونشكره على والدينا اللي ربونا على الحاجه القليله، البركه هي في القليل والحمد لله، وقانعين بها ومباركنا ربي سبحانه عز وجل. صدقني بالله انني عامله وعندي مدخول قليل بصح الحمد لله، والله ونعم الحمد. الحمد لله، ربي يدوم النعمه ان شاء الله. ونعم الحمد. شوف كما قال لك الشيخ الكرا الغاز الضوء الماء بصح والله نعمه بركة، دائما عند صلاة الفجر الواحد يدعي ربي وسعة رزقه مع كاع وين راهي، والله يبارك في القليل. صح. والحمد لله، والله مهما حمدنا الله وشكرناه لعلنا بالك في حقنا قليل، في حقنا قليل. أنا نوجه كلمة وللتجار إن شاء الله يا ربي يعيشوا غير بالقليلة ويدخلوا بيوتهم القليلة ويوكلوا أولادهم الأكل الحلال الطيب اللي بارك فيه ربي، خاطر علاه رايح يتساءل أمام الخالق، رايح يتساءل أمام الخالق سبحانه عز وجل. الخالق لما فرضنا في كروش أماتنا كما قال لك نطفة، الله كاتب لنا الرزق تاعنا وكاتب لنا الاجل تاعنا وكاتب، لكن هذاك الرزق اللي يليق الانسان يحافظ على النعمه القليله يبارك فيها ربي، وينبت ولاده ويطلعهم على القليل وعلى البركه القليله لعله يبارك فيه. ماشي الواحد يخطف منه يخطف منه ويوسي منه، ما تعطيش كاع كيف راه مدخله، لعل كما قال لك كاين بعض البيوت رانا نشوفوهم، لا اللهم يهديهم، لعل الله يهديهم. تشوف كما قال لك النكد بين الزوجه والزوج، تشوف النكد بين الاولاد والوالد، بين الام والاولاد، لعل تعرف به باللي هذاك البيت راه فيها حاجه غير راضيها الخالق سبحانه عز وجل.
ونتمنى ان شاء الله يا ربي رساله توصل لكل المستمعين وكل كما قال لك اللي حوس يخاف ربي ويحوس يلقى الله بقلب سليم يحافظ على رزقه كيفاه يجلبه البيت والاولاده ويربي اولاده على الحلال الطيب لعل الله غدوه يسالوا عليها يتفكر دائما باللي كاين وقوف بين الخالق اكيد ويسالنا على الكبيره وعلى الصغيره ونحمد الله ونرحموا على الوالد تاعي الرحمة عليه اللي ربينا على خوف ربي وعلى طريق ربي وعلى الصلاه وعلى الحمد لله واخذنا بالطريق تاعو ورانا كيشوفوا المشايخ والله رانا كيشوفوهم كيما الشيخ اللي راه في حذاك صدقني بالله راني كيشوف كأن الوجه الوالد الله يرحمه ويوسع عليه نحمده ونشكر اللي ربينا على القليله ربينا على كما قال لك على طريق ربي على خوف ربي شوف كان يقول لي كلمه يا بنيامين يا اخي تفضل. واخي في الله كان يقول لي كلمه الله يرحمه ويوسع عليه عنده هذه دائما يرددها شوف من الصوره ربينا على هذا الشيء والحمد لله وكي طلعنا عليها ونقولوا ربي سبحانه وعز وجل كي عطاني هذا الوالد عطاني النعمه في هذا الوالد كي ربينا على هذه التربيه كان يقول لي شوفي يا بنتي يا مازوزيتي عيط لي هو مسكين الله يرحمه ويوسع عليه يقول لي يا المازوزيتي شوفي اللي يبغي ربي هذه الكلمه دائما ينطق بها وراي قعدت لي راخص خالي في راسي من صغري حتى كبري والحمد لله يقول لي اللي يبغي يسحب الله عز وجل لعله ينور له طريقه صح وصدقني بالله والحمد لله وصلنا له والحمد لله الحمد لله ونعم الحمد وحاجه تحيه اليك ونحمد مولاي في حقي قليل مازال ما وصلتش بل نحمد ليلا نهارا والحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك وكان يقول لي الله يرحمه ويوسع عليه يقول لي يا بنتي مازال نشوفك توصلي حتى لبيت ربي من دعوه الخير تاعي وتاع الوالده لا والله الا الحمد لله وصلنا لبيت ربي الحمد لله ربي وصلناها في ساعه الزينه الحمد لله ربي يكتب الحسنات ان شاء الله ذاك المقام والحمد لله الحمد لله بارك الله فيك الحاجه شكرا جزيلا شكرا جزيلا والرحمه على الوالد والمسلمين والمسلمات بارك الله فيك على المكالمه الطيبه توفيق من تلمسان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا توفيق حياك الله سي لمين حياك الله حيا المشايخ الكرام مرحبا تفضل جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله فقط وأنتم أو أنا أقرأ عنوان الحصة يا حول الله تذكرت دعاء ربما أو أنا متيقن كل يقين بأنكم أنت وأساتذة أفاضل أدرى بمعنى هذا الدعاء مني أنا أو وهو اللهم أعشنا عيشة السعداء وأمتنا موتة الشهداء يعني هو يشمل الدنيا حياة الدنيا والحياة الآخرة صح فأردت أن أضع يعني أو أنتقل من أنتقل إلى التعبير الرياضي فأضع لهذا المعنى أو معنى الرزق أو الحياة أو نعمة الحياة في التعبير الرياضي متتالية نعمة الحياة تساوي الحد الأول الذي هو الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يأتي بعد ذلك الحد الثاني الذي هو الصلاة ثم الحد الثالث الذي هو الزكاة والحد الصوم ثم الحج ثم ندخل حتى نصل إلى الحد الأخير الذي هو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صح فالرياضيين زعما الرياضيين او اهل الرياضيات يقولون له ما هو اساس هذه المتتاليه؟ يعني حتى تنتقل من الحد الاول الى الحد الثاني لابد ان يكون اساس صح. ما هو اساس هذه المتتاليه؟ الا وهو تقوى الله ويقول الله سبحانه عز وجل في سوره البقره واتقوا الله ويعلمكم الله وكما قال المشايخ فربما الرزق يكون في العلم او في الابن او في الزوجه او 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 او, أو فشرط يعني الله سبحانه عز وجل العلم او اتيان العلم بالتقوى واتقوا الله ويعلمكم الله حتى لا اطيل عليكم يا الله يبارك فيك توفيق على ما اظنك الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي العلم نور ونور الله لا يهدى
والحديث يطول، فأود يعني ربما أكون مخطئ، أنا لا أدري، هذا مش نظري أنا. لا لا بارك الله فيك، توفيق المشايخ التعليق، شكرا لك، توفيق، مشاركة طيبة، ربي يحفظك إن شاء الله. بتعبير الرياضيين، مهتم بالرياضيات الأخ توفيق المتتالية، الله يبارك فيه. هذه المشاركة عمي محمد من المدية، السلام عليكم. أهلا عمي محمد، مساء الأنوار للشيوخ الكرام، ضيوف الكرام. أعطينا شوية من تجربتك في الحياة هذه. أنا نطلق في الدين، كان نطلق ست زومر، ست أمثلة إن شاء الله، تفضل. راك معايا؟ أنا معك. بائعة اللبن، بائعة اللبن صح، جابت طفلة يقولوا لها ليلى، ومن بعد ليلى وش جابت؟ جابت عمر بن عبد العزيز صح، من خيرة الخلفاء الأمويين. والله لا لا صح، عاد شو يقولوا الطيور دار لها الماكلة في الجبال. والله لا شوف جابت الحلال وش جابت. أبو حنيفة بن نعمان بويو كيفاش تزوج؟ كلا حبة تاع تفاع، من بعد كلا غير نص بركة، من بعد راح المول نتاعو وشوف أمه وش جابت. جبت الإمام اللي عنده اللي طروا كار تاع العلم، كي طروا كار ثلاثة أرباع. والله لا لا صح، شوف بالحلال، حلال تجيب به، خاف عليه ربي قالوا حلال، والحرام من بعده قال ما تروحوش ليه، احنا لا نروحوا ليه. والله لا لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ابنه النهار اللي شافوا البعير تاعو يرعاو في، قالوا راهم سمان، قالوا راهم يرعاو كيما الناس، قالوا لا لا بالك يقولوا باللي هذا ولد تاع امير المؤمنين، قالوا روح بيعهم وقبض دراهمك والزياده هذيك رجعها لدار المال. شوف الناس اللي يخافوا من ربي، يتحراوا الحلال ما نعرفش العربيه شوي، اسمح لي راك معايا، اذا كي يبني دار يبنيها بالش يقولوا له بالساس وكذا، الدنيا ولي بيلي وكذا، طيح ولا مرتاح؟ صح ما طيحت، ساكن تبنيها بالفوق، كل حاجه مع ربي ما كاينش، خاطر رزقك جاي. والله يا شيخ كن نلتزم، كل واحد رزقه جاي على ربي، كل واحد السراق كن يقولوا يحبس غير شوي ولا رزقه جاي، كن ما يخصبش. لا صح اسمح لي بلك، اسمح لي، الله ينورك، الله يبارك فيك عمي محمد، اسمحوا لنا، الله يستركم، الله يحفظكم، الله يحفظك عمي محمد، شكرا، الله يبارك فيك على هذا الاتصال، اسعد كثيرا دائما بالتقاسم تجارب معك ورؤيتك في الحياة، الله يبارك فيك. عندنا عبد الله من وهران، السلام عليكم. السلام ورحمة. مرحبا عبد الله، تحية لك. عندك بزاف ما عيطش عبد الله. نعم عبد الله، عندك بزاف ما عيطناش. نعم ربي يحفظك ان شاء الله، تفضل. تحية لك والمشترك للشيخين، جزاهم الله خير. امين يا رب. اكل الحرام انسان، منهم المتعمد ومنهم الجاهل. مثلا المتعمد كالذين يغصون في الميزان، منهم الجاهل، من الناس انا القيت كلمه السنه في قضيه الربا، وقلت ان الجمهور يقولون ان بيع الذهب مسيئه فهو حرام، فاندهشت البلده كما قال الشيخ جزاه الله بن سليم، عمر بن الخطاب كان يقول من لا يعرف السكان فلا يدخل سوقا. والإشكال الكبير في قضية العلم. قضية العلم؟ نعم في العلم، في المعادلات التجارية. صح. كما قال وهذه نعم، حتى إنسان لا حب أن يقول مثل سوق طيارة لازم له إجازة. ولكن في قضية التجارة يفعل ما يشاء. صحيح الواقع. السلام عليكم. فيك. الله يحفظك عبد الله. سلام. ربي يبارك فيك وفي كل من اتصل وشارك معنا لحد الآن. أستاذ بالعالية، الآراء كلها متفقة على طلب الرزق بالحلال. نعم. الإشارة إلى أنه يعني اللي يقصد الحرام يخيب في الدنيا وفي الآخرة، وحتى وإن ظن أنه قد يحصل مالا فقد يعود عليه ندامة. أكيد، ومن هنا كنا أشرنا إلى قضية العلم كما أشار الإخوة جميعا، وقبل ذلك الثقة في رب العزة تبارك وتعالى. أمران لا بد للواحد منا جميعا وهو يقدم على طلب الرزق أن ينظر في قلبه
وفي علمه في معاملاته هل يعرف هذه مثلا هذه الصنعة هذه التجارة أو غير ذلك. حاجة الأولى ثقت في ربي سبحانه عز وجل. ربنا تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقك ربي عز وجل من أبواب ربما ما كنتش داير في بالك تماما باللي يرزقك منها ربي سبحانه وتعالى. هذا ينمي فيك الثقة، يخليك باللي دائما تقول باللي ما دام لي رب رزاق سبحانه عز وجل أنا نروح نستعمل الأسباب والأكيد ربي عز وجل يرزقني، ومن هنا يخليه مطمئن. لما يقدم على العمل يقدم بالعمل بطريقة الحلال. ما ينسب لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، مرة داخل باش يصلي وكان عنده ناقة، كانت عنده تلك الناقة، هذيك الناقة تركها عند غلام وقال له على أساس امسك هذه الناقة نروح نصلي إن شاء الله بإذن الله ونعود نخرج. صاحبنا ماذا فعل؟ باع تلك الناقة هذا الغلام. فدخل سيدنا علي صلى وخرج لم يجد لا الناقة ولا ذلك الغلام، ذهب إلى السوق وجد الناقة هناك في السوق تباع، فقال لصاحبها من أين لك هذه الناقة؟ قال باعها لي غلام. قال بكم؟ قال بعشرة دراهم. والله هكذا قال سبحان الله كنت أنوي أن أعطيه هذه العشر الدراهم. قال على أساس أنا كنت ناوي لما نخرج نعطيه هذه الدرهمين ولا عشر دراهم ولا الغدر. شاهد عندنا أن الرجل هنا هذا تسرع كسب هذا المال من حرام. لما يكون الإنسان يثق في ربي عز وجل يعرف اللي الله عز وجل عنده كل شيء. الشيخ عمر عبد الكافي مرة يقص قصة، قال صليت بالناس صلاة فجاءني أحدهم وقال له يا شيخ أنا والله أحتاج إلى سكن. الشيخ عنده سكن ما عنده سكن؟ قال له ادعي ربي سبحانه عز وجل. صاحبنا وخارج في الباب قال قلت له ما عندي سكن، قال ادعي ربي سبحانه ربي عنده السكنة. قال سمعه أحدهم فجاء إلى الشيخ قال له يا شيخ ذاك الرجل هو خارج يلبس في حذاء وقال ربي عنده سكن. قال سبحان الله هو باقي معي جاءني أحد المحسنين. قال له يا شيخ أنا بنيت بناية، تلك البناية هي عبارة عن عمارة. قالوا فإذا عندك بعض الفقراء وبعض المحتاجين أنا جعلتها وقف في سبيل الله فاختار لي اثنين ولا ثلاث ولا أربع باش يكونوا في هذا. فصحبه قالوا تعرفوا؟ قالوا نعم أعرفه. قالوا ادعوه لي في صلاة العشاء. فجاء في صلاة العشاء قال له شوف غدا بإذن الله عز وجل أروح في الوقت الفلاني إن شاء الله بإذن الله نشوف لك حل. فجاء وقدموا لصاحبنا أعطاه سكن كما يقولوا. عاد دائما يقول له ربي عنده السكنة، يقول له نعم ربي عنده السكنة. أحد الأساتذة أستاذ يقص لنا على قصة جاره هذا في ولاية من الولايات ولاية الوسط، فأصحابه يمزحوا عليه راحوا سجلوه للحج. قدر المولى عز وجل أن صاحبنا يخرج في القرعة على الحج، لكنه إنسان لا دينار له ولا درهم مسكين على الحديدة كما يقول الأستاذ ما عندوش. فكان دائما لما يسجد يدعو المولى عز وجل يقول له يا ربي يا عزيز أنت كل هذا الكون ترزقه ألا تستطيع؟ كان اسمه العزيز هذا الأخ. قال له يا ربي ما تقدرش تدي العزيز للحج؟ قدر المولى عز وجل، يعني شوف ربي كيف يجعل الأسباب أن رئيس الدولة في هذاك الوقت في ذاك الزمان يزور هذه الولاية. فصاحبنا هذا قدموهم على أساس يستقبلوا الرئيس والغير ذلك، وصليه صفحه وقال له هل ينقصك شيء؟ قال له يا سيادة الرئيس أنا والله خرجت في القرعة على الحج ولا دينار عندي. التفت الرئيس إلى الوالي بجانبه وقال له شوف هذا تدوه للحج وزيدوا تبعثوا معاه واحد يقوم بالشؤون نتاعه. تخيل معي حينما يرزقك الله عز وجل يرزقك بغير حساب، ما عليك إلا أن تثق فيه سبحانه عز وجل وتذهب إلى الأسباب الحلال. نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق وجد إنسان يبيع في طعام، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الطعام فوجد فيه بلل، يعني فيه شيء من الماء في قاعه، فقال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. الرجل قد يكون صادق أستاذ، يعني ربما حقيقة لأن الحديث لا يبين أن هذا الإنسان غش ودار الماء والغير ذلك. قال أصابته السماء، والأكيد أن الطعام من فوق راح لأنه عرضة للريح وعرضة للشمس والغير ذلك يبس، لكن في القاعة يبقى محافظ على ذلك الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل وضعته من فوق حتى يراه الناس
من غشانا فليس منا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لخاوتنا جميعا أننا وإحنا رايحين نطلب الرزق لا بد أن نثق في الله، ولا بد بعد ذلك أن نعرف هل هذا حلال أم هذا حرام. هذه المعاملات في كثير منا ربما نروح نمارس تجارة ولا أي عمل من الأعمال كما كان يشير أخونا من وهران، وهو لا يعرف أن هذا الشيء يجوز أو لا يجوز، ثم بعد ذلك لما يقع ويقع في الخطأ ويرتكب ما يرتكب يقول أنا لم أكن أعرف. ما المفروض؟ لا، قبل ما نروح نمارس هذا الشيء لابد أن أتعلم وأن أعرف هل هذا حلال أم حرام. ثم بعد ذلك أيضا، وهو أشار أخونا أيضا من وهران إلى قضية عن جهل، في بعض الحالات الإنسان قد يشوب أو تشوب معاملاته بعض الشبهات. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا لابد أن تتنبهوا لهذا، ثم بعد ذلك أن تكثروا من الاستغفار والصدقة والغير ذلك، كما جاء عن ذلك الرجل أنه قال كنا نسمى في الجاهلية بالسماصرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتجار، قال إن هذا البيع يشوبه بعض اللغو، قال فشوبوه بالصدقة. بمعنى يا أيها التجار، يا معشر التجار، وانت تبيع وتشري وانت تتحرى الحلال، وربما في بعض الحالات قد تقع في خطأ من الأخطاء، بماذا ترقع ذلك الشيء؟ رقعه بالصدقات، رقعه بفعل الخير. إياك أن تتعمد، بعضنا يقول مالي أنا معليش أنا ندير هذه بعد نصدق، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ما كاش الحيلة مع ربي عز وجل. قال أنا ولا غير نجيب بعد إن شاء الله بإذن الله نروح نحج وروح نعتمر ونمد شوية صدقات والغير ذلك، هذا غير مقبول، بل هذا من ربما من المخادعة. يعني الله عز وجل راح يحاسبك على العمل هذاك، ويزيد يحاسبك على أنك تعاملت بشيء من الخداع. أنت الآن في عوض اللي تروح تطلب الرزق بالحلال وتتوكل على ربي عز وجل، درت الحيلة ورحت تطلبه بالحرام، ثم بعد ذلك كأنك تتعامل مع بشر كما أنت تريد أن تخادع. أنت تعامل رب العزة سبحانه عز وجل، مش الإنسان يديرها وبعد يحاول يغلفها على أساس باش يرجعها حلال، ما توليش حلال، كسبتها من حرام تبقى حرام وتتحاسب عليها عند الله سبحانه عز وجل. الله يبارك فيك. وكثير من الناس من يعتقد أنه هذه شطارة، وربما يعرف أسرار الحرفة والمهنة، وهذا في اعتقادي أنه يمكنه من أن يتفوق على أقرانه في هذه المسألة. إذن نتوقف مع الفاصل الإنشادي، نعود بعده لمواصلة النقاش إن شاء الله. وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب، واسلك إليه سبيل المتقين بلا زيغ، وصحح سبيل القصد بطلب، وعمل بنص كتاب الله، وعمل بنص كتاب الله معتقدا نصوصه، فهو حقا أشرف الكتب. وخل عنك الهوى، وخل عنك الهوى، واهجر مواطنه، وخذ بشرع الحبيب.
مصطفى عطبي واتبع الآن والأصحاب إن لهم بالمصطفى سببا ناهيك عن سببي أحمد الهادي أطل بالعطيات تجلى أحمد الهادي أطل بالعطيات تجلى نوره قد عم فينا نوره قد عم فينا سعد من سلم وصلى أحمد يا نور قلبي في هواه داب كلا أحمد يا نور قلبي في هواه داب كلا يا شفيع مسلمين يا شفيع مؤمنين سعدنا بلقاك حلا سعدنا بلقاك حلا قلبي شوق يحضر قلبي شوق يا حضار يا قلبي شعلت فيه النار يا حب النبي ساكن في قلبي حب النبي ساكن في قلبي حب النبي سكن في قلبي وعن ترخص العمار يا 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 كيفاش نعمل يا بويا شهي نزور المختار هذا ناس من الغالي عنو ترخص العمار كيفاش نعمل يا بويا شهي نزور المختار هذا ناس من الغالي عنو ترخص العمار نسالنا بمحل العزيز ود الكمال نسالنا بالمختار نعزيل زاب بكمال صلوا عليه وزيدوا طه يا سهو البال صلوا عليه وزيدوا طه يا سهو البال كيفاش نعمل يا بويا شهيد تحية متجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل نستأنف إياكم نقاشنا حول الرزق وطلب الرزق أستاذ في الختام وربما بقيت ربع ساعة أو أكثر بقليل تحدث عن بعض المفاتيح في طلب الرزق في الإسلام كيف يطلب الرزق وما هي الأمور التي يمكن بها أن يزيد رزق الإنسان إن صح التعبير بارك الله فيك يعني قبل أن أذكر المفاتيح ربما عندي بعض التعليقات البسيطة أنه نقول للإخوة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب فأعظم الرزق هو أن يعطيك دينا وخلقا وإسلاما وتقوى. وقرآنا وتقوى صحيح وأيضا ليس بالضرورة أن يكون الغني صاحب مال سوء ومن أهل النار
وكذلك الحال مع الفقير، ليس بضرر أن يكون إنسان فقير، الغني والفقير كلاهما عند الله واحد، يحاسب على ما أعطي ولا يحاسب على ما لم يحصل، وسيترك ما في هذه الحياة وسيحاسب عليها يوم القيامة. أيضا أمر الحلال، الإسلام يوجهنا إلى تحري الحلال. يعني التحري وش معنى؟ احنا نقول دائما نقول مثلا تحري الهلال، يعني تتحرى الحلال، تفتش عليه. والحلال بين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات الإنسان يبعد عليها. لا تأكل، يعني لا تأكل إلا ما وثقت منه. وأثر الحلال في تربية الأبناء، وأثر أكل الحلال في صلاح الأهل والزوجة والمستقبل والصحة. يعني سأذكر مثال فقط، أحدهم في هذه الحادثة موثقة عند العلماء، يعني فقال لن أبني بيتي إلا بالحلال، فراح أكسب، راح رابط مجاهدا، ثم أتى وتزوج وقال لزوجته إياك أن تطعمي ولدنا غير ما أطعمك به لترضعه. دخل مرة إلى بيته فوجدها ترضع، فوجد حليبا في فمه، فقال هل رضع الولد؟ قالت جارتنا ترضع مثلي فأرضعت. فأدخل يده إلى حلقه في فمه وأخرج ما يقدر على أن يخرجه. كبر هذا الولد بالحلال فأصبح ماذا؟ أصبح إمام الحرمين، الإمام الجويني عليه رحمة الله، إمام مكة والمدينة، عالم الفقه والأصول. وأرجعوا إلى ترجمتي، الإمام الجويني يسمى إمام الحرمين. كان عنده حاجة فقط، كان غضوبا، يعني من حتى تأتيها الغضب، فكان يقول عن نفسه لا أراها إلا من تلك الرضعة. يعني هذا الغضب جاي من هذا. إذن تحري الحلال، ونستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك، يعني كعرف هذه شبهة، هذه حاجة مش طبيعية، نقول للمشتري ونقول كذلك للبائع. يعني الكلام موجه للغني وللفقير، يعني ليس الأمر يعني الذي نحدثه أنه نحكي على الغني لا تغش الفقير أو الفقير لا تسرق الغني. أما مسألة الرزق، بداية نقول لكل أخي شفنا، خلينا نخرج بحاجة عملية، وسترى أثر ذلك في حياتك، في ولدك، في حياتك كلها. اجعل لله نصيبا في مالك، قل أم كثر. صدق. اجعل لله في مالك نصيبا قل أم كثر. عندك 18% تاع تشغيل الشباب، 1% خليها لله، 2% خليها لله كل شهر، وسترى أثر ذلك في حياتك. عندك راتب، عندك مصنع، عندك فلاحة، عندك تجارة، عندك حرفة، جاك رزق، جاك ورث، جاك أي شيء، دايما خلي نصيب. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا اطلع الله على قرضك الحسن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف. إذن السبب الأول، أقرض الله ليقرضك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. أسباب الرزق كثيرة، ودلالة كثرتها أن الإسلام يحثنا على أن نكتسب، على أن تكون غنيا. المهم اكسب الحلال وعيش بالحلال، حتى إذا رحت خليهم بالحلال، هذا المطلوب فقط. يعني ليس الفقر مطلوبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، وكان يكثر أن يكون رزق آل محمد كفافا وعفافا، وكان يكثر من هذا الدعاء، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. سأذكر أسباب، يعني لعل المشاهد الكريم يأخذ بواحدة منها لعله. أولها التقوى، يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثاني هاته المفاتيح، الرضا، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة، لأن الإنسان إذا كسب القناعة، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وأيضا من الأسباب اللي ذكرها شيخنا أيضا الدعاء. كان سيدنا عمر يقول الله إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، لأنه ربي إذا أطلق لك لسانك، لأنه لسانك راه مكتف،
كاين الناس انه مثلا ما عنده ولا شيء، جالس في البيت ساعة وساعتين، وفي الطريق في السيارة ساعة وساعتين يشوف في الخلق، لكن لسانه مربوط على أن يذكر الله. يا أخي أطلق لسانك، ادعي ربي، يعني ادعي ربي يصلح أولادك، يرزقك، يعطيك، ما عندكش سكنة ادعي ربي، ما عندكش أولاد ادعي ربي. يعني الدعاء سهام الليل لا تخطئ، الدعاء لا يخطئ، قد يؤخره الله، قد يعطيك خيرا من قد يدخره لك. أيضا من المفاتيح التي تجلب الرزق الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية عجيبة، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، كيف كامل هذا الخير وأنتم مفرطون فيه. أيضا من المفاتيح التي تعين على الرزق السعي في خدمة الفقراء والمساكين والضعفاء والأيتام والأرامل. يقول صلى الله عليه وسلم أبغوني في الضعفاء فيكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ترزقون بضعفائكم. أنفق في سبيل الله. أيضا من الأمور المفاتيح التي تعيننا على كسب الرزق هي الإنفاق في سبيل الله. وورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن ملكا ينزل وينزل معه آخر فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني تصور أنه الملائكة يدعون لك بأنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقد يقول قال أنا ما عنديش، فتأتي الآية العظيمة وهي من أعجب الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن قدر عليه رزقه. لأنه كثير من الناس عندما نحكي على الإنفاق لكن خاطيني عندي شهرية عندي كحرفة صغيرة، يستمع إلى قول الله تبارك وتعالى وأنصت ومن قدر عليه رزقه، يعني ضاقت عليه خلاص ما عندوش فلينفق. الأصل في حياتنا ومن قدر عليه رزقه ضاقت عليه فليمسك، لكنك في مقايضة مع الله. إذا طلع الله على إنفاقك يعني أجر الخير وعوضك وقدرك الخير. أيضا من الأمور التي تعين قلت الرحمة بالخلق الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه نعم ربي سبحانه وتعالى، شربت الماء قال الحمد لله ربي بارك لك في ماءك، أكلت اليوم لقمة تركك من تفكير الغد، اليوم راك عشت وكليت. أحد الشيوخنا بقي في الخارج حوالي 40 سنة، دخل إلى الجزائر قالوا له كيف تعيش، وهذا شخص ما زال يعني يعيش وربي يحفظه عالم من العلماء الجزائر، قال لهم يعني اللي كفاني 40 سنة ما يقدرش يزيد لي 20. يعني اللي كفاني 40 سنة وأكرمني وعيشني، فإن ربا كفاك بالأمس ما كان، على كفايتك على ما في غد أقدر، وعيش اليوم شكر ربي. لأنه كثير من الناس ابتلوا بنكران النعمة، وهذا موجود في التجار في البيوت، ما عنديش ما عندناش ما وصلناش ما عندناش ما وصلناش ما كانش كذا. وأيضا عيش في حدود يومك، يعني الدعوة إلى أن نعيش بالحلال، انشغل بيومك فقط، انشغل بيومك، فكر خطط، لكن أنه عيش بالحلال. يعني المرأة من سلفنا الصالح كانت تمسك الرجل وهو خارج تقول له تمسكه بتلبي وتقول له أطعمنا الحلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لكن الآن معظم المشاكل اللي تعنا تاع أكل الحرام، رجال يقول لأنه المرأة قالت كيف نديروا العرس كي ما نديروش عرس كيما جارتنا، كيف أنه اللبسة في العيد ما نكسيوش أولادنا. لكن يا أخي والله أنت في المارشي تاعك يوم القيامة ستحاسب وحدك، والله ما يكون معك لا جارك في الحومة تاعك ولا في الدوار تاعك ولا فاميلتك ولا اللي يعرفك ولا اللي يشري عليك، ستحاسب وحدك. وهذا المال الذي تكسبه ستتركه كله وتحاسب عليه كله. أيضا من المفاتيح الختامية الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. رب سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تأخذ الأسباب. ومن أعظم أسباب الأسباب البكور، بورك لأمتي في بكورها، يعني سننوض بكري، يعني يتكل على ربي، يتعلم، يعلم، يخدم، ينصح، يسعى. ومن الأسباب، وهذا موجه لإخواننا وأخواتنا الشباب، الزواج. فالله تبارك وتعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وعمر الخطاب كان يقول عجبت لمن يطلب الرزق دون نكاح، كيف واحد يطلب الرزق ومش متزوج؟
لكن هذا الزواج الذي أراده الإسلام مش اللي رانا عايشين به، زواج أنه مهر الحلال واستر زوجتك، يعني ماشي شرط هذا البهرجة وأصبح كما الزواج في زمن كورونا الآن. نعم الآن في زمن كورونا نعمة، يعني يروح يديها وحشة حلال مع أهله. معليش أنه الإنسان على قدر ما يوسع ربي يوسع عليه، لكن لماذا هذا الأذى؟ الإنسان يتعطل عرس واحد يقدر يديره به 10 تكاليف، يعني 100 مليون و 200 مليون وأكل وأمور تستطيع أن تؤسس بها أسرا واحدة. إذن هذا يدل على أنه هذه الأسباب وهذه الوسائل تدل على أن الإسلام يحب لك أن تكون غنيا، لكن يطلب منك أن تكتسب بالحلال وأن تعيش بالحلال وأن تنفق بالحلال، وضمن لك من ولادتك الرزق، ولن تخرج من هذه الحياة إلا وقد استنفذت رزقك. فأعد للسؤال يوم القيامة حين تسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أعد لذلك جوابا. وختاما اجعل لله في مالك نصيبا، وسترى أثر ذلك في سعادة حياتك. الله يبارك فيك أستاذنا على هذه المفاتيح، وفي معظمها بسيطة يقدر عليها كل من يشاهدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الفعل في هذا الجانب وترجمتها إلى السلوك. أستاذ محمد، حتى نعود على بدء كما يقال، هي مسألة الدعاء حتى نربطها بمسألة الرزق الذي يتكفل به الله سبحانه وتعالى. فقد يظن من يظن أنه الرزق محسوب ومعدود عند الله سبحانه وتعالى، فما الذي يغيره الدعاء في مسألة الرزق زيادة؟ أكيد الدعاء هو العبادة، نحن مطالبون أن ندعو المولى تبارك وتعالى. وربنا عز وجل إذا أراد أن يبارك لك في مالك، وأراد أن يبارك لك في عمرك، وأراد أن يبارك لك في رزقك، فذلك بيده سبحانه عز وجل. المؤمن لما يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء هو يلجأ إلى الرزاق سبحانه عز وجل. اترك عبد الرزاق واتجه إلى الرزاق. لو كان الواحد منا أستاذ يقول باللي مدام الرزق مقسوم لماذا نروح نطلبوا احنا فلان، ولماذا نسأل من فلان أن يعيننا، ولماذا نطلب من فلان أن يقرضنا، ولماذا نذهب لفلان أن يتصدق علينا؟ خلاص إذا كان عندك المنظور تاع أن ربي عز وجل راه عطي لك الرزق هذا وراه في يدك، خلاص لا داعي بأن تذهب لعبد الرزاق. إذا لماذا تذهب لفلان أن تطلب منه قرض ولا تطلب منه مساعدة وتبخل في أن تطلب هذا من رب العزة سبحانه عز وجل؟ الله تبارك وتعالى، وقد أشار الأستاذ مشكور ربي يبارك فيه إلى الأشياء التي هي مفاتيح للرزق، والأشياء التي بها يبارك الله عز وجل فيها في رزق العبد، من بينها وعلى رأسها الدعاء، لأنك تلجأ إلى الرزاق سبحانه عز وجل وتطلب منه أن يرزقك. وكيف لا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب ذلك كما نطلبه الجنة، وهذا رزق من عند الله سبحانه عز وجل. لأننا نشير دائما إلى أن الرزق المادي هو أهون أنواع الرزق، أهون رزق هو رزق المادي، بعد ذلك رزق السكينة والعافية والإيمان، ورزق مرضاة المولى سبحانه عز وجل، أن يرضى عنك ربك تبارك وتعالى. فالإنسان يلجأ دائما إلى الله سبحانه عز وجل بأن ييسر له أسباب الرزق، وأن يرزقه الرزق الحلال، وأن يبارك له في الحلال. إذا بارك لك ربي عز وجل يسعدك كما يقولوا. ومن الأشياء التي يبارك فيها المولى عز وجل في رزق الإنسان أن يصل رحمه، طاعة الوالدين، بر الوالدين، الإحسان إلى الأقارب نتاعك، من الأشياء التي لا يرضاها المولى عز وجل أن يكون الإنسان، ربي عز وجل أعطاه له مال وربي تبارك وتعالى رزقه، ثم بعد ذلك أقرب المقربين منه محرومين من حقهم في الحقيقة، لأنه هذا الأخ لرزق ربي سبحانه مال لا بد أن يضع في 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 قلبه كما نقولوا، في عقله، أنه راه كاين واحد الحقوق، تحاذك الفقراء، تحاذك المساكين. إذا حبيت ربي عز وجل يبارك لك، وإذا حبيت ربي عز وجل يزيد يرزقك، وإذا حبيت ربي عز وجل تبارك وتعالى يضاعف لك في المال تاعك، أنفق وقدم لهؤلاء الأقربين منك والفقراء والمحتاجين، وصلهم صلة الرحم. أستاذ لما تروح تصل الرحم تاعك، عندك أختك مثلا، ولا عندك أخوك، ولا عندك عمك، ولا عندك خالك، وانت تعرف بلي هذوك الناس على قدهم كما يقول،
كي تروح لهم وانت صاحب مال اكرمهم يا استاذ. هذه صله الرحم، ماشي السلام عليكم كيف حالكم. هو يشوفك باللي راك جاي، انت انسان كريم، انت انسان ربي سبحانه وسع عليك، اكرمهم تكن من الذين يصلون رحمهم. وهذه من بين الاشياء التي حينها يلجا الانسان بالدعاء الى الله عز وجل. يعني انت هذا القريب منك انفقت عليه، حينما تدعو الله عز وجل انت تتقرب الى الله، كيف انت تكرم من هو قريب منك وتنسى ان الله عز وجل حينما تتقرب منه يكرمك سبحانه عز وجل. امر اخير استاذ في قضيه الرزق، هذاك الانسان اللي يعطيه ربي عز وجل ويوسع عليه ويعطيه من شتى انواع العطايا، يريد منه المولى تبارك وتعالى ان يكون من الشاكرين، لان الله عز وجل يعطيك وينظر هل تشكر ام لا ام تكفر. وذلك الانسان الذي يقدر الله عز وجل عليه رزقه، يعني ينقص له ربي سبحانه، ينظر المولى تبارك وتعالى ايصبر ام لا. والعلماء اجروا مقارنه ومقاربه بين الغني الشاكر والفقير الصابر، من هو اقرب الى الله عز وجل. طبعا لما ينظروا لها بمعنى يشوفوا شكون اللي هو قريب الى الله عز وجل. ربي واحد اعطى له مال وامتحنه بالمال، يشكر ام لا؟ والاخر قدر عليه وشافوا ربي عز وجل يصبر ام لا. ولذلك حينما نرضى كما قال الاستاذ بما قسم الله لنا ونكون من الشاكرين ونلجا الى الله عز وجل بالدعاء باذن الله تبارك وتعالى، رانا عرفنا باذن الله عز وجل كيفاش نطلب الرزق وكيفاش ننجح ان شاء الله باذن الله عز وجل في التعامل مع ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك استاذ، نورتنا، ربي يحفظك ان شاء الله استاذ، بارك الله فيك كذلك. شكرا لكم وصول مشاهدينا الافاضل، مشكورون على وفائكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.